واش الوضع خطير اليوم، يعني الوضع كل يوم اخطر من اليوم الاخر. البارح يعني 10600 وشي من الحالات و66 ديال الموتى، هادو الحالات اللي ديكلاري، يعني هادو الناس اللي داروا اللي تيست وعرفوا بان عندهم الكورونا. راه كاين على الاقل ضعف او ثلاث اضعاف اللي ما داروش تحاليل وما تيعرفوش واش فيهم الروح او لاش فيهم الكورونا، وغالب الشك تتكون كورونا. اذا الى جمعنا المجموع نجبروا على الاقل 20000 ولا 30000 حاله يوميا. يعني لو بقينا ماشي هكا الوضع خطير للغايه. يعني علاش؟ لان المستشفيات تيعمروا والانعاش تيعمر، وفنا تجبر الانسان الحالات الخطيره فانا تحطهم، ملي ما تجبرش الانعاش يعني يموتوا. وهذا علاش العدد الوفيات يوم على يوم راه يزيد، يقدر نوصلوا ل 100 200 300 حاله واكثر على حسب العدد الاسره ديال الانعاش. فمطلوب حقيقه منا، لان انا حقيقه نستغرب من المغاربه، تنسول بعض الناس تنجبروا مثلا على تيقول لك فين ماشي، تيقول لي ماشي عطله. يعني واش هذا الوقت ديال العطله؟ هذا ماشي الوقت ديال الاجازه، لان فين ما مشيتي كاين الحالات ديال الكورونا. الشمال مليان على الثمان بالكورونا، المناطق مثلا الدار البيضاء والمناطق الاخرى حتى هي المناطق السياحيه كلها مليانه بالكورونا، والاقسام ديال المستشفيات مليانه. تصور انك تمشي مثلا العطله في الشمال وتصاب بالكورونا وحاله خطيره، فانا تدير مثلا مراتك ولا بنتك ولا ولدك ولا راجلك، فانا تحطهم. اذا الانسان خصو يكون عاقل. انا تنلاحظ ان حقيقه المغاربه اليوم محينا باغيين ينتحروا انتحار جماعي. ان يعني الانسان كما اشرنا، احنا ماشي في وقت العطله والوقت ديال الاجازه، احنا في وضع خطير. احنا سيت اون اورجونس فيتال. يعني واش الانسان تيبغي يعيش او لا تيبغي يموت؟ يعني الا بغيتي تموت يعني تقول انا عييت، فعلا الناس عياو وكذا، ولكن ما عندنا ما نديرو. الله غالب، اللهم تجلس في دارك، لان حتى اذا كنتي جالس في دارك على الاقل تجبر فانتنا يعني دير داك الحج الصحي. اما اذا كنتي مثلا في عطله وجاك المرض فانا ندير الحج الصحي، واش غتبقى مليوح مثلا في الشمال؟ اذا حنا تنطلبوا حقيقه يعني من الرجال ومن الاسر ديال الاسره، ماشي تبعوا الدراري ولا العيالات ديالكم، لا، راه خصكم تدخلوا للديور ديالكم، ترجعوا للديور ديالكم في اقرب الاوقات. اللي عنده شي دار خصو يبقى فيها وما تشوفش، ما كاينش زيارات، ما يجي عندك لا خوك لا اختك لا عمتك لا خالتك لا حتى شي واحد، فهمتي؟ ما كاينش شي واحد يمشي عند شي واحد هاد الايامات حتى تدوز هاد لا كريز. ان الحجر الصحي شنو معناته؟ الحجر الصحي هو انك ما تشوف حد ما يشوفك حد، هذا هو الحجر الصحي. كل ما يعني تلاقيتي بشي واحد كل ما الكورونا يعني راه تصاب بها، وخصوصا هذه الكورونا الدلتا على الاخص تضرب لي جون. يعني لي جون هما الاكثر مصابين اليوم اكثر من الناس الكبار، وداك لي جون تيخرج وعزيز عليه السهرات وعزيز عليه يتلاقى صحابو، سي نورمال لي جون تيكون هكا وتيتصاب هو وتيجي تيصيبك حتى نتايا، حتى الولاد الصغار تيصيبك. ولذلك مطلوب من الاباء، مطلوب من الاسر يعني من الاسر، يعني انهم يرجعوا للرشد. يعني اللي مشي عطله يرجع لدارو، اللي كان ماشي عطله ما يمشيش عطله حتى تدوز هاد لا كريز. راه الحالات مجلطه، حالات في اي مدينه خصوصا المناطق السياحيه في المغرب كلها مليانه بالحالات. هادشي انا ماشي تنخلعكم، انا راني طبيب، طبيب وتنبغي لكم الخير. ولذلك العمل اساسي، ماشي تنقولوا ما تخدموش، لا، العمل ضروري، الانسان يخدم. ولكن الا تصابتي نتايا راه تخدم. اشحال من وحده تنعرفها مثلا في الاسره ديالي وتصابت مثلا وما بقاتش تقدر تخدم لان مصابه بالكورونا. اذا الناس اللي تتصابوا بالكورونا ما تيقدروش يخدموا، ولذلك يعني كل ما زادت الكورونا كل ما هذا تيهدد الاقتصاد يعني المغربي. فمطلوب من جميع المواطنين المغاربه ان ياخذوا الحذر هاد الايامات. كما قلنا الى عزيز عليك شي واحد غتهضر عليه غير بالواتساب بالكاميرا وتشوفوا وسميتو، واخا ولادك، ولادك ما يجيو عندك ما تجي عندهم. هاد الايامات الحجر الصحي تماما، بحال كما كنا في الاول مارس ديال العام الماضي. الا دابا هاد الكورونا هادي خطيره، تتقتل اكثر وتنتشر اكثر وتضرب جميع الاعمار، الاطفال والمراهقين والشباب والكبار، تضرب كل شيء. ولا بقينا هكا يعني العدد الوفيات كثيره.
الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. والروح عزيزة عند الله، إلا تصابتي أنت يا راه تصيب الإنسان الآخر، ممكن أنت تعيش ممكن أنت تبارسك تموت. طبعا الموت بأجل، ولكن لابد ناخذ الحذر ديالنا، وإلا قدر علينا الله سبحانه وتعالى شي حاجة هذيك مقدر علينا. لكن مابقاوش غافلين، أنا تلاحظ أن جل المغاربة عايشين في واحد الغفلة، يعني في الإنكار، يعني ماشي واعيين. يعني كيفاش حنا دابا الوباء منتشر بواحد الشكل خطير، والناس ماشية عطلة، والناس ما بغاش ترجعوا للديور ديالها؟ لا، يعني حس الإنسان ياخذ القرارات اللازمة دابا، اللي فشي برا يرجع لدارو وياخذ الحذر ديالو قبل ما تصاب. إلا تصابيتي وأنت في الشمال مثلا ولا أنت في الجنوب، كي راه دير؟ كي راه دير؟ فلان تلقى فلان تبقى جالس في لوطيل، يعني تي كنفكر داك لوطيل سميتو يمكن يضحيوك حتى من داك الفندق أو داك لابارتومون اللي كاريها. على أي حال تنتمنى على أن النداء هذا زعما يسمعونا الناس المغاربة، حنا راه في حالة خطيرة، حنا إن فاز كريتيك دونجوروز، يعني ما حسناش نعرضوا أنفسنا للخطر والآباء ديالنا للخطر وليداتنا للخطر. حنا في واحد الوقت دابا كما أشرنا اللي فشي دار وحسو يجلس في الدار ديالو على ما تدوز، يعني هاد الحالة الوبائية الخطيرة جدا. فتنتمنى إن شاء الله تكونوا أنكم واعيين وما تبقاوش غافلين، وما نكونوش يعني حنا ماشيين في واحد الحالة ديال انتحار جماعي، يعني هي ماشيين لا ما كايناش الكورونا أو لا أنا عندي الفاكسان. واخا تكون عندك الفاكسان تصاب بالكورونا، إذا يعني حاليا خصك ضروري دير لي ماسك ديالك هكا، إلا خرجتي دير الماسك مزيان، ماشي ديرو هكا أنا تيجيو عندي الناس للعيادة تنقول له دير الماسك، يعني تيقول لي لا أنا تتخنقني، لا دير الماسك طلعو هكا، خصك دير الماسك هكا ماشي ديرو هكا. شحال من الناس دابا تيخرجو تيديرو الماسك هكا أو لا هكا، لا هكا ما صالحش، اللي صالح هو هكا، لأن إلا درتي هكا وخرجت كنتي مصاب بالكورونا، الكورونا راه تخرج من مناخرك اللي تتنفس وراه تصيب الآخرين. فإذا هذه القضية يعني مهمة، الله يجزيكم بخير، راحنا في واحد المرحلة خطيرة، ولابد ناخذ الحذر ديالنا، نجلسوا في الديور ديالنا، اللي عنده شي عمل يمشي للعمل ديالو، ولكن حنا ماشي في وقت العطل والإجازة. فنتمنوا انكم تكونوا واعيين وتكونوا باغيين تنقذوا الوطن ديالكم، ويد الله مع الجماعه، وشكرا لكم.